Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya sampaikan, inilah sholat Isya di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah pada 24 April 2024. Sholat Isya dengan Imam Syekh Bandar Balilah. Surah yang dibaca adalah surat Al-Furqan mulai ayat 21. Nah, ini suasana Masjidil Haram saat sholat Isya berlangsung. Yang putih-putih ini adalah jamaah umroh yang sedang melakukan tawaf kemudian berhenti melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.